أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي الثاني، فأهلا وسهلا بكم. أذكر أن المفهوم الرئيسي الذي تحدثنا عنه سوية كان الإبداع، وقلت أن كل شخص فيكم لديه إبداع في ناحية معينة، قد تكون الرسم، قد تكون الشعر والإلقاء، قد تكون التمثيل، وهذا ما ستقدمونه خلال دراستنا لمواد أو النصوص المقروءة في هذه الوحدة، وهي وحدة أنا مبدع. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. إذن من خلال مهاراتك وإبداعك ستقوم بإيصال رسالة لمن حولك، وهي تمثل الحقوق والقوانين. الموضوع الذي سنكرر الحديث عنه هو جمع التكسير. قلنا أن جمع المذكر السالم هو ينتهي بواو ونون أو ياء ونون دون إحداث أي تغيير بالاسم، فمثلا كلمة معلم تصبح معلمون. أما جمع المؤنث السالم هو للمؤنث في الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة، كقولي طالبة معلمة، فأقول معلمات أو طالبات فأضيف الألف والتاء. أما جمع التكسير فهو الجمع الذي يحدث عليه التغيير في بداية الكلمة أو في وسطها أو حتى في نهايتها، فكلمة مسجد تصبح مساجد، كلمة طالب تصبح طلاب إلى غير ذلك. فلاحظ أنني أميز جمع التكسير من غيره من خلال التغييرات التي تحدث على الكلمة في البداية أو في الوسط أو في الخاتمة. إذن هذا ما سنطبقه أيضا عند الانتقال إلى كتاب أصدقاء العربية. لاحظ أننا سنقوم بحل مجموعة من الأسئلة عن جمع التكسير، فمثلا برج جمعها أبراج، شارع شوارع، نقش نقوش، صورة صور، وأنت تستطيع التمييز بين الكلمة وجمعها من خلال مشاهدة التشابه في الحروف في هذه الكلمات: مسجد مساجد، معلم معلمون، سوق أسواق، ومعلم معلم. ثم سنتحدث عن الكلمة والضد، كريم بخيل، عندما أقول الضد أي العكس، فمثلا جميل قبيح، ليل نهار، واسع ضيق، صديق عدو، نظيف قذر. ستعطيني أنت من خلال أمثلة تستخدمها في حياتك عن كلمات متعاكسة. قمنا نحن بكتابة وصف لسوق ذهبنا إليه. ستقوم أيضا بالتعرف على مفردات جديدة تساعدك على كتابة وصف أكثر لسوق ذهبت إليه حديثا، خاصة أننا في شهر رمضان المبارك. فلاحظ أنه يقول: وقت عام مراته، تراثية معالمه، إسلامية نقوشه. إذا هو يتحدث عن الحجم أو المساحة، يتحدث عن المعالم أو الشكل، يتحدث عن ما فيه من معالم. ثم سنقوم أعزائي الطلاب بالتدرب على كتابة أو إنتاج قصة. بالبداية دعوني أخبركم لماذا نكتب أو ما هي فوائد الكتابة. تساعدنا الكتابة في أمور كثيرة، منها تساعدنا على تذكر الأشياء التي تعلمناها، ومن الممتع أن نشارك الآخرين بتجارب عشناها. وبالكتابة أيضا يمكننا أن نفتح أبوابا على عالم جديد، كما يمكننا أن نستخدم خيالنا بقدر ما نشاء. لذلك لابد أن نتعرف إلى عناصر القصة، وهي الشخصيات، الزمان، المكان، العقدة، الحل، وهذه العناصر نحن نعرفها ولكن سنتذكرها، وسنقوم باقتراح بعض القصص التي يمكن أن نكتب لها أو ننتج لها خاتمة. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع الثالث عشر. أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لكم والمرسلة أسبوعياً. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.